توقعات برج الأسد ليوم الخميس الموافق 10 أغسطس 10 آب 10/8/2023. جهودك هتحقق النجاح في اليوم ده، وهتكتسب أنشطة عادية كتير زخم، وتحس كما لو كنت بتحقق حاجة كبيرة جدا. بالنسبة ليك مهنيا هتلاقي شوية من الوقت عشان تسترخي، هتواجه كتير من التحديات في وظيفتك، هتخطط وهتقوم بأنك تنفذ جدول عملك بشكل طبيعي. بالنسبة ليك صحيا النهاردة عاطفيا هتبقى عندك تواصل مع شريكك متناغم، هيخليك تحس بكتير من السعادة، والتواصل الصحيح هيبقى عندك فهم أحسن الفترة دي. بالنسبة ليك ماليا هيشار لمستويات جيدة جدا من التدفق في الأموال لليوم ده، هيبقى في فرصة عشان تحصل على مكافأة أو حوافز للشغل الشاق اللي انت بتقوم بيه. بالنسبة ليك صحيا هيشار لصحة كويسة في اليوم ده، وهتبقى ده بسبب حالتك السعيدة والذهنية اللي انت بتعيشها. بالنسبة لحركة الكواكب هيقضي القمر يومه في برج الجوزاء، هيثير فضولنا ويلهمنا عشان نتواصل. هيبقى قمر الجوزاء في الحاجات المشغولة والمتحركة، هنبقى عقلانيين منطقيين أكتر ومتواصلين، هنسعى علشان نتصل اتصال حلو، وأنشطة هتبقى بتحفزنا وبتلبي حاجاتنا للتنوع في اليوم ده والمعرفة. بقدر تركيزنا على تواصلنا، التواصل هيشجعنا ببرنامج متحسن علشان نتواصل مع حدسنا بوسطة نبتون وجوبيتر. الوقت مناسب عشان نفهم بعضنا بعض ونحس بالرضا بشأن منح الأشخاص اللي حوالينا فايدة. الشك النهاردة مش حلو، ممكن نحس بالقوة في صفاتنا الخيرية أكتر عن أي صفة تانية. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم المتواصل ليا.